السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تدريسية مروة داوود قسم الهندسة الكيميائية. اليوم راح نقدم محاضرة عن إنتاج الأوليغينات بالأخص الأثيلين، اللي راح المحاضرة موجهة لطلاب المرحلة الرابعة مادة الصناعات البتروكيميائية. محاضرتنا راح تتضمن مقدمة بسيطة عن الأوليغينات، وبعدين راح ناخذ production of ethylene والconditional mechanism للبروسيس مالتها والvariables اللي راح يشارك خلال العملية. عندنا الأوليفينات هي المركبات الكيميائية اللي تحتوي على ذرات كربون بالإضافة إلى أصرتين أصرة مزدوجة، زين، أو أصرتين مزدوجة. إذا أصرة مزدوجة واحدة فراح نسميها الأوليفينات، أو إذا أصرتين مزدوجة double bond راح نسميها الديولفين. المركب الرئيسي اللي راح نشتغل عليه والأول اللي هو الأثيلين. الأثيلين هو المركب الأول لهذه المجموعة، يتم إنتاجه أما عن طريق الإيثان أو البروبان أو الليكويد بتروليوم غاز أو الليكويد بتروليوم فراكشن. الأوليفين اللي هو الأثيلين هنا من ضمنهم تشمل لي مركبات تكون رياكتيفيتي مالتها عالية، تتفاعل ويا كواشف مختلفة، تتفاعل ويا الووتر، ويا الأكسجين، الهيدروكلوريك أسيد وغيرها. أيضا هذه المواد أو المواد الكيميائية البتروكيميائية هي تتفاعل فيما بينها نفس المركبات، زين، تعطيني مواد بوليمرات مختلفة مثل البولي إثيلين والبولي بروبيلين. اليوم قلنا راح نتطرق بهاي المحاضرة لإنتاج الإثيلين. الإثيلين هو غاز قابل للاشتعال، عديم اللون، رائحته تكون خفيفة، يذوب قليل ذوبانية بالماء وبالكحول. هنا عندنا الأوليفين يتم إنتاجه اللي هو الأثيلين، يتم إنتاجه بصورة مباشرة من الإيثان. كذلك أكو مركبات ثانية تنتج وياه كوبرودكت اللي هي البروبيلين، الأستيلين. هاي هنا أكو طرق مختلفة لفصلها. العملية هنا مثل ما نلاحظ بهذا الفلوشي دايجرام اللي نسميها لمس تكنولوجي بروسيس. هذه العملية راح تتضمن لي فيرنس، بما انه هنا عملية الانتاج للأثيلين من الإيثان هي عملية تكسير للأواصر، زين، وانتزاع ذرات الهيدروجين من عندها واستبدال هذه ذرات الهيدروجين بطاقة. هذه الطاقة عبارة عن طاقة حرارية تتسلط علينا على المواد المتفاعلة مالتنا. فالرياكتر راح يكون عبارة عن فيرنس، ريستنس، شورت ريستنس تايم، مدة البقاء بهذا الفيرنس تكون كلش قليلة حتى نحافظ على يولد عالية لإنتاج الأثيلين. فهنا المواد الداخلة إله الصورة الرئيسية راح تكون الإيثان، طبعا هنا نحن الغاز الضمني يدخل إلها، مو فقط الإيثان، ويا بروبان بيوتان، فالتركيز الأعلى إلها هو الإيثان. فالمركبات اللي راح يتم إنتاجها مو فقط الأثيلين من الستيم كراكينج. عندنا ستيم كراكينج هو عملية التكسير اللي يصير للأواصر لإنتاج الأثيلين، بالإضافة أيضا يطلق عليها بايرولايسيس. بايرولايسيس أيضا هي التفاعل التكسير اللي يتم بوجود الستيم والدرجات حرارة عالية. هنا درجات الحرارة تتراوح بين 750 إلى 850 بالفيرنس، فالمواد الناتجة تكون درجة حرارتها كلش عالية. بعدها راح نضطر الى ان نبرد الغازات الناتجه. الخطوه الاولى راح يمر لي الستريم الخارج مجموعه من الهيت اكسشينجرز. بعد ما تم التبريد راح يمر مجموعه ديستليشن كولوم لنفصلهم حتى نحصل على الاثيلين بنقاوه عاليه. الخطوه الاولى راح نفصل الفيول اويل اللي هو الهيفي ماتيريال الموجود ضمن هذه الغازات. بعد ما خلصنا من الفيول اويل راح تمر لي بالكوانش تاور هنا ويا استخدام الووتر حتى نخفض درجة الحرارة بعد اكثر، زين. بعد ما خفضنا درجة الحرارة راح يمر لي مجموعة من الكومبريسر نضغط الغازات الخارجة، ايضا نتخلص من الاسيد غازز اللي تكونت عندي. بعد ما تخلصنا من الاسيد غازز وبردنا الغازات، الخطوة اللي بعدها راح تمر البرودكشن مالتنا بالشرنج تاور او شرنج ترين. خلال شرنج ترين راح نتخلص من الهيدروجين اللي تم انتاجه، بما احنا قلنا هي عملية تكسير الاواصر بالستيم كراكينج، وانتاج الاثيلين بالاضافة الى الروبيلين والاستيلين مركبات الكوبرودكت الثانية،
والمادة المنتجة الثانية هي غاز الهيدروجين. فيتخلص أول شيء كغازات نتخلص من الهيدروجين، بعدها راح يمر لي ديستريشن كولوم. هذا ديستريشن كولوم نمبر 8 اللي هو الديميثينايزر. الديميثينايزر اللي تمر للغازات راح يتم التخلص من الميثان من التوب سترين. البوتوم سترين راح يحتوي لي على باقي المركبات اللي تحتوي لي على ذرتين كربون وأكثر. بعدها راح يدخل لي ديستريشن كولوم آخر. خلال هذا الديستريشن كولوم راح نتخلص منين، أو إحنا نانا بهاي الخطوة راح نسحب البرودكت اللي إحنا نريده الإنتاجية مالته تصل إلى 80% اللي هي الأثيلين. طبعا هنا ديستريشن كولوم نمبر 9 نسحب ذرات المركبات اللي تحتوي على ذرتين كربون اللي هي إيثان أثيلين بروبيلين العفو الأستيلين. فهذول الثلاث مركبات من راح يتم سحبهم؟ أيضا راح نحتاج إلى فصلهم بما أنه إحنا نريد إنتاج الأثيلين بصورة رئيسية من هذه البلانت. بعد ما تم فصلهم من بقية المركبات الهيفير اللي تحتوي على C3 كربون and more راح نمر إلى ديستليشن كولوم. يتم تفاعل الأستيلين مع الهيدروجين، غاز الهيدروجين هنا أنا حتى نتخلص من كل الأستيلين اللي تم إنتاجها تتحول لي إلى أثيلين، ونحصل على أعلى ييلد من الأثيلين. الديستريشن كولوم نمبر 11 هنا راح يتم فصل الأثيلين عن الإيثان. هنا الأثيلين راح نحصل عليه كبرودكت رئيسي إنتاجية مالته تصل إلى 80%. هنا إذا إحنا الغاية من هاي البلانت فقط إنتاج الأثيلين، فهنا هاي الكوبرودكت البقت اللي هي C3 and plus ممكن نخزنها بصورة مباشرة أو بتروح لبلانت ثانية تم استخدام نحتاج بها كميكستشر. إذا لا نحتاج إحنا بعد البروبيلين كمنتج رئيسي فراح تمر لي أيضا مجموعة من الديستريشن كولومز. الديستريشن كولوم اللي هو ديبروبينايزر، بالديبروبينايزر راح نفصل C3 اللي هو بروبان بروبين بيوتادانين، ثم راح نفصلهم من التوب زين، وبعدين راح يتفاعلون ايضا ويا الهيدروجين حتى نتخلص من البيوتادايين، نحول كل المركبات اللي تم انتاجها الى بروبان اند بروبيلين. هنا انا النانكاب كوبرودكت رئيسي ثانوي البروبيلين دائما يتم انتاجه ويا الاثيلين. المركبات الباقيه راح ايضا تنفصلها C4 والغازولين ك يمكن نرجع نستخدمه هنا احنا نرجع ريسايكل اما للفيرنس حتى يتم حقه بالعمليه الستيم كراكينج زين، ويمر بنفس الخطوات للتريتمنت. هنا الايثان تم انتاجه ايضا بالديستريشن كولوم نمبر 11 من فصلنا عن الاثيلين، ممكن ايضا نرجع ريسايكل نفس الفيرنس بالبدايه استخدمناه طبعا تندر رفع درجه حرارته الى 750-850 ويا وجود الستيم حتى يصير التفاعل مال الكراكين مال الاثيلين الايثان يعطيني الاثيلين. هذه كل العمليه بالنسبه للكونديشن. اول شيء قلنا اللي ضمنها هاي العمليه درجه الحراره قلنا بين 750-850، البرجر من 1 إلى 1.2 كيلوغرام بير سنتيمتر مربع، هنا الستيم الى الهيدروكربون ريشيو 0.5، المعدل انتاج الكل مركب ان الهيدروجين والميثان 12.9، الاثيلين 80.9. مع انه احنا بما انه هي هاي البلانت مخصصه لانتاج الاثيلين فاليلد الاعلى هو للاثيلين 80.9، بروبيلين 1.8، بيوتادايين 1.9. مركبات ثانيه ايضا يتم انتاجها كوبرودكت خلال العمليه هي 2.5. اللي كان كل هذا التفاعل تضمن هو التفاعل اسمه dehydrogenation of ethan، لانه تنفصل ذرتين هيدروجين زين فيكون لغاز الهيدروجين واضافه الى الاثيلين اللي قلنا هو اوليفين يحتوي على عصره مزدوجه واحده. عندي مجموعه من المتغيرات تاثر لي على هذا الميكانيكيه مال التفاعل. الباريمتر الاول او الفاريبل الاول المهم هو درجه الحراره. هنا درجة الحرارة راح تتغير تعتمد عليها على الفيد الداخل للرياكتر اللي هو قلنا عبارة عن فنس الرياكتر مالتنا. فهنا بما انه الهيدروكربونات كل ما كانت هيدروكربونات اطول سلسلتها اطول، كل ما كان درجة الحرارة اللي تحتاجها حتى نكسر هاي السلسلة حتكون اقل.
فهنا اذا استخدمت اني الايثان راح يحتاج الى حراره او درجه حراره السخنه الى درجات حراره اعلى من البروتون زين حتى نقدر نكسر الاسرة وتكون الاثيلين. فهنا درجه الحراره راح تكون مهمه. ايضا اذا زادت درجه الحراره عن درجه الحراره المحدده للتفاعل راح تكون لي كوبرودكس اكثر وتكون لي سكندري رياكشن، فراح تكون غير مرغوبه. فلازم احنا نحافظ على درجات الحراره بحدود 750 الى 850 داخل الفيرنس مالتنا. عندنا العامل المهم الثاني ايضا خلال هاي العمليه هو الريزنس تايم. الريزنس تايم هي مده بقاء، نقصد به مده بقاء المواد المتفاعله داخل الفيرنس. فاحنا اذا هنا زودنا مده البقاء زمن بقاء المواد المتفاعله داخل الفيرنس ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سكندري ريكشن، تفاعلات ثانيه غير التفاعلات الاولى، وبالتالي هنا راح تصير عندي كوبرودكت ثانيه وايضا تنتج لي التي اوليفين اكثر من الاوليفينات المطلوبه. طبعا هنا الريزنس تايم ايضا تعتمد على نوع الفيد الداخل. البارامتر الثالث اللي هو ستيم هيدروكربون ريشيو، هاي النسبة تختلف ايضا حسب نسبة الستيم الى المواد الهيدروكربونية الداخلة، تعتمد ايضا على نوع الفيد الداخل، شنو نوع الفيد اللي نستخدمه؟ الليكويد بتروليوم غاز، البتروليوم كرود، شنو اللي دا استخدمه انا هنا الكافيت. فكل ما كان الفيد اثقل يحتوي على هيدروكربونات ثقيلة فراح نحتاج نسبة ستيم اعلى حتى نزيد البارشيال بريشر مالت الموجوده بالرياكتر وايضا نمنع الديبوزيشن اوف الكربون على الرياكتر. بعد ابناء هنا قلنا هاي الريشيو تختلف اعتمادا على الفيد. الفيد ستوك نوع الماده الداخله للرياكتر، فهنا راح تتغير كل ما تغيرت الفيد ستوك كل ما راح تتغير وياها البارامتر الباقيه درجات الحراره ايضا الستيم ريشيو زين والريزنس تايم. فلازم نحافظ على درجة حرارة بين 750 و 850 وستيم ريشيو أيضا محدد ويا ريزنس تايم حتى نحصل أعلى إنتاجية من الأثيلين. لهنا خلصت محاضرتنا اليوم، إن شاء الله نلتقي محاضرات ثانية.